معكم محسن حمانة قادم مدينة سالا. جيت اخوتي جاتني الفكره اخوتي باش نجي لاكوب دافريك من بعد ما تم الرف ديالي في لاكوب دي مون. قررت باش نجي لاكوب دافريك، جيت مرورا عبر موريتانيا، مالي، بوركينا، حتى دخلت لاكو ديفوار. جيت اوتو ستوب، درت شهرين ديال الطريق، جيت اوتو ستوب من كاميو، درت واحد لاتور لافريك، عاد دخلت لاكو ديفوار. دابا شي 10 ايام تم جو المغاربه دخلوا لمدينه سان بيدرو. الاغلبيه ديال هنا الجماهير المغربيه جات بتنقلات الدراجات الهوائيه، كاين اللي جا اوتو ستوب، وكاين هناك الجاليه المغربيه المقيمه هنايا. كنبغوا نشكروا على حفاوه الاستقبال، وكاين هناك واحد التلاحم واحد التضامن ديال الشعب المغربي اللي موجود هنا في مدينه سان بيدرو، والكل متفائل ان شاء الله بالانتصار والتتويج ان شاء الله باللقب. توقع بالنتيجه ان شاء الله هو الانتصار بشي 3-0 ان شاء الله، وتكون هذه ان شاء الله هي البدايه والفال نحو اللقب ان شاء الله والنجمه الثانيه باذن الله. الرحله خديتها كمغامره، ما خديتهاش كسياحه، يعني جيت اوتو ستوب. انا بغيت ناخذها كاوتو ستوب باش نحس بديك حلاوه ديال السفر، عكس الناس الاخرين اللي غاديين يجيب طياره حتى الاخر، حتى الاخر يقدر يجيب طياره، ما غيلقاش بحال هذه الاجواء هذه. حنا عندنا الاجواء المغربيه قبل ب 15 يوم، قبل الماتش ديال المغرب، وانا هنايا 15 يوم مشينا على موريتانيا، دزت على مالي اللي كانت فيها حرب وكانت صعيبه ريسك شويه، دزت عليها ودخلت على بوركينا فاسو، عاد دخلت الكوت ديفوار. في الاجواء هنا في كوت ديفوار حاليا مزيانه، كل شيء نقي، كل شيء كيتعامل معنا مزيان، حتى الايفواريين بصراحه ناس زوينين، ماشي الناس اللي خايبين ولا كذا، بالعكس مضيافين وكيضيفونا احسن ترحيب. واليوم ان شاء الله راه ما مفاكينش في هذا كندا، راه حنا ما مفاكينش ان شاء الله، شدوا معنا لايا ان شاء الله. كنقول اننا اليوم غنربحوا بجوج للزيرو، ونتمنوا نربحوا بجوج للزيرو ولا واحد للزيرو، ما نربحوش بكثر باش ما نجيبوش عندنا الاعيون ونربحوا بخمسه ولا سته، وبداو حاضرين يبقى يقول لك لا المغربيه اللي غادي الكاس، ما بغينا نربحوا بجوج للزيرو ولا واحد للزيرو. بارك فوكاش المغرب غيبان ان شاء الله حتى الربع تومن دومي فينال، عاد غيبان الوجه الحقيقي ديال المنتخب المغربي. الرحله ديالي انا جيت بعدا من مدينه اليوسفيه، جينا عبر الخطوط رويال اير ماروك، جينا صافي دو جور. دابا الرحله شويه كانت متعبه من ابيجون لسان بيدرو حيت وصلنا بالليل، ولكن الحمد لله كل شيء في سبيل تشجيع المنتخب المغربي كيهون، وحنا جينا باش نشجعوا المنتخب المغربي وان شاء الله مربوحه. حضور الجماهير المغربيه الحمد لله حاضره بكثافه، وباش تشجع المنتخب، وحتى الاستقبال من طرف الجماهير الكوت ديفواريه لقينا واحد القبول واستحسان من الجماهير الكوت ديفواريه اللي غادي تساندنا وكتقدم التشجيع ديالها لمشروع المنتخب المغربي، والحمد لله غادي تكون النتيجه في صالح المنتخب المغربي بنتيجه لا تقل عند 2-0. خرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.